الانسب لمنتخب مصر الفتره الجايه مدرب اجنبي. طبعا الناس دي كلها يعني على دماغي من فوق، انا ما بتكلمش في ان انا مين الاسماء المطروحه ان انا بختار منها، انا مش اصلا في موضع اختيار. يعني وجهه نظر انا الشخصيه عن اقتناع تام ان المدرب الاجنبي بس يتم الاختيار السليم ويتم وضع استراتيجيه مع المدير الفني اللي جاي، مش انت توصلنا كاس امم، انت توصلنا كاس عالم وبعد كده تمشي، لا يبقى محطوط جدول زمني مع المدير الفني. لذلك لو تم الاختيار بعنايه وان يبقوا عارفين هم جايبين مين، اعتقد ان احنا من اكبر الفرق في افريقيا واكثر الفرق اللي بتدفع فلوس بالنسبه للمدير الفني، فتقدر تجيب مدير فني كويس، تقدر تجيب مدير فني يبتدي يشتغل ل 10 سنين قدام. بس للاسف احنا كل الاستراتيجيات بتاعتنا في الكوره هي قصيره المدى. يعني لو احنا عندنا خطه طويله المدى شويه وناس بتفكر للمستقبل، مش كل واحد بيفكر في نفسه او في اسمه او ان يبقى منسوب ليه ان هو يختار المدير الفني ده، اعتقد الموضوع هيبقى غير. يعني مع برضو احترامي الكامل للكابتن حسن شحاته، ده يعني مش معلم بس اسما، يعني معلم كل الاجيال دي، كابتن حسام البدري، كابتن حسام حسن، كابتن ايهاب جلال، كابتن طلعت يوسف، كل الاسماء المطروحه دي دول اساتذتي يعني، وناس امتلكوا من الخبره ومن الامكانيات الفنيه ان هم يوصلوا منتخب مصر لحاجه كويسه. لكن انا بتكلم عن وجهه نظر انا الشخصيه، لو في استراتيجيه سليمه واختيار سليم هنقدر نعمل جيل كويس جدا لمنتخب مصر، هنقدر نعمل فلسفه او مدرسه باسم منتخب مصر. ان احنا برضو كل المديرين الفنيين اللي بيجوا مفيش حد بيسيب بصمه، يعني حتى كوبر اللي وصلنا اللي عمل الانجاز بالنسبه لنا ووصلنا كاس عالم ووصلنا نهائي افريقيا ما كانش له بصمه غير البصمه الدفاعيه، ودي برضو حاجه كانت بتنقص منتخب مصر شويه في ان ما عندوش القدره الدفاعيه اللي احنا كنا بنتمناها يعني. لكن محتاجين المدرب يشتغل على الناحيتين، ما يشتغلش على الناحيه واحده بس.